خلينا نكمل كلامنا عن المنتخب وواحد من النجوم الكبار ومدرب عام لمنتخبنا الوطني السابق ومدير فني لمنتخبنا الوطني ومدير فني نادي المقاولين السابق، نجم الكبير كابتن علاء نبيلة. كابتن علاء ازي حضرتك؟ مساء الخير يا كابتن اسلام، ازيك؟ مساء الفل، اسفين ان احنا سهرناك، معلش. لا يا حبيبي، انت عارف بنبتدي لسه. انت لسه هتبتدي اليوم. اخبار حضرتك ايه يا كابتن؟ كله كويس؟ تمام والله الحمد لله. والله الحمد لله. اولا يا كابتن، قيم لنا المرحله اللي فاتت بالنسبه لمنتخبنا الوطني مع كارلوس كيروش طبعا من وجهه نظر حضرتك. والله يا كابتن اسلام لسه يعني سياسته مش واضحه بالنسبه لي. هل كتر الاسماء اللي بيدخلها دي عنده النية اللي هو يعمل تغيير في منتخب مصر ويدخل عناصر جديدة ويعتمد على الفترة اللي جاية، ولا هي دي سياسته اللي هي ماشي بيها من فترة حتى لما كان في ماسك إيران وماسك كولومبيا تقريبا؟ كان نفس النظام، كان بيجيب بالتسعين لعيب وبالمئة لعيب. فأنا مش عارف يعني هل ده صح ولا غلط، لكن احنا طبعا دلوقتي احنا في مرحلة اللي احنا يعني كله بيدور على المكسب عشان خاطر كاس عالم. مظبوط، تمام. فمش قادر اقيم يعني اسماء غريبه بيضمها واسماء غريبه بيستبعدها، محير بصراحه يعني. واسماء بتخطرش على البال يعني، كل معسكر دي كده ايه تكه كده يدخلك في دوامه. بص ده استبعد قفشه ومحمد شريف وضمت مرموش، ومرموش الدنيا لعبت حلو فالدنيا بقت كويسه والراجل بيعمل ويسوي، وبعدين يجي بعد كده تلاقي رجع قفشه ورجع محمد شريف وقعد زيزو وطارق حامد ورمضان صبحي ويضم ناس من البنك الاهلي ويضم ناس من النهارده من ساعتين ولا من اول النهارده ضم كناريا بتاع سموحه. انا مش عارف يعني هو بالظبط انا مش عارف يعني. فعايزين نصبر لغايه لما بكره ان شاء الله كده او كده خلاص يعني خلاص يعني هل بكره هيفرق معاك يا كابتن كتقييم ولا هتستنى بقى لبطوله العرب وبطوله امم افريقيا؟ طبعا البطولات المجمعه بقى هنشوف، وبطولات افريقيا هنشوف، ومباريات المباريات الوديه هنشوف. أيوة. هنشوف جاب مين ومشى مين واعتمد على مين وما اعتمدش على مين ومين كان في اعتباره وبعد كده مشي ومين ما كانش في حساباته ورجع، قصه كبيره طويله. بس هو دخلنا دلوقتي اولا في ميزه اللي هو ادى امل لمعظم لعيبه الدوري الممتاز اللي هم يبقى ليهم امل ان هم يخشوا منتخب مصر، دي حاجه كويسه مش وحشه. ايوه. لكن معروف ان منتخب مصر ليه لعيبته، ليه ستايل معين في مستوى اللعيبه، في اداء اللعيبه، في اللعيبه اللي عندها اللي بتلعب تحت ضغط بطولات وضغط جماهيري وضغط اعلامي، هو ده اللعيب الدولي. نعم. تمام؟ لكن انا على المستوى الفني اللي انا شفته يا كابتن اسلام ما فرقش كتير عن الفترة السابقة، أنا بكلمك بصراحة. يعني أنا كان سؤالي اللي جاي، هل تغير أداء منتخبنا مع كيروش ولا لا لسه؟ لا لا لسه. لا لا ما تغيرش، ما شفناش حاجة لسه تقول والله الراجل ده، ما فيش غير هي موضوع الأسماء فقط لا غير. لكن كتكتيك حاجة في الملعب لا، يعني كلها مجهودات فردية من بعض اللاعبين قدراتهم بيقدروا يخلصوا المباراة وخلص الموضوع على كده. طب رأيك في سياسته إيه يا كابتن، تصريحاته خصوصا لما قال إن هو لسه ما وصلش للتوليفة اللي هيلعب بيها في مباراه مارس الفاصله؟ لازم يقول كده، لازم يقول كده. هيكون عنده طبعا مباراه الدوري اشتغل الثاني وهيبتدي يشوف لعيبه على مستوى كويس. اللعيبه اللي خدها هل هيتاكد هل دي صح ولا غلط؟ هشوف هل في لعيبه ثانيه ممكن يقدر ياخدها. لكن هو دلوقتي في مرحله هو عايز يعدي المرحله دي. اوكي. وبعد كده يبقى الحساب. لكن انا عايز اقول له بس حاجه، جمهور مصر في ناس يعني كابتن حسام عمل نتائج، انا بكلمك بصراحه. نعم. عمل نتائج، لكن جمهور الكوره المصري عايز اداء، عايز فرقه بتلعب كوره بتجيب جون، بتعمل تكتيك فاول، بتعمل جمل من جنب اليمين من الجنب الشمال، دفاعيا صح، هجوميا بيقدر يوصل لجول، يعني جمهور مصر ذواق. لكن حته النتيجه بس دي يعني قعدنا فيها بقالنا فتره طويله قوي، بقالنا سنين بصراحه يعني من اول كوبر. لكن الناس هو مطالب بحاجتين، بالاداء والنتيجه. حتى الاداء هو ماشي في النتيجه، لكن الاداء انا شايف اللي هو زي ما هو.